السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى، المقاطع المتداولة، ونبدأ من ملف الانهيار الأمني وغياب القانون في العراق، حيث تحدثت زوجة مواطن عراقي حاصل على الجنسية البريطانية وهي تذرف الدموع عن قضية اختطاف زوجها في بغداد من ميليشيات أو من قبل ميليشيات مسلحة تسعى للاستيلاء على أمواله وعقاراته في ناحية الرشيد. لنستمع. أنا زوجي هيساب الأمير الحيازي، عايش في بريطانيا 40 سنة، فلما عرف أنه جماعة مجرمين حسدوا على أراضيهم وأملاكهم في ناحية الرشيد، راح اشتكى عليهم بالعراق بالقانون، فضلوا يهددوه واعتدوا عليه وجوا ضربوه بالبيت، رادوا يقتلوه حتى تدخلوا أهله. مرة احتجزوه كم ساعة ووقعوه على صكوك مالية، مرة يضربوا عليه طلقات، مرة سدوا عليه الباب من برا بالزنجير، واعتدوا عليه كم مرة، وآخر مرة خطفوه من بيتهم هو وسيارته. واشتكينا على السفارة البريطانية وتدخلت السفارة البريطانية، حتى السفير قابل القاضي اللي كان ماسك القضية بتاعه، والقاضي اشتغل على القضية، صار له سنة ونص، وقدمنا له كل القضايا والدلائل وأثبت عليهم بأنهم الخاطفين، وحكم عليهم بتهمة الخطف وإلقاء القبض. فصادفت أنه أخذ عطلة، فجاء قاضي ثاني ما بيعرفش عن القضية، وعلى أساس جابهم على أساس سلموا نفسهم وطلعهم براءة خلال ساعة، وإحنا تعبنا والله العظيم. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. تعليق من مصطفى يقول: كان الله بالعون، طبعا هي مجموعة من التغريدات، كان الله بالعون، عراق القتل والخطف. حمادي يقول: بلد عبارة عن عصابات، وخاصة في حكم الكاظمي. مينغو يقول: الله يفرج عنا، بس شوداكم لبلد الخراب والجريمة والميليشيات والفساد؟ قد يكون لهم أسبابهم الخاصة. شيماء تقول: اطمئني اطمئني، وهذه طبعا اقتبست تطمينات مصطفى الكاظمي أو الأسلوب الذي يتبعه، تقول: اطمئني اطمئني، راح يشكل لجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه التطمينات التي تعطى من الكاظمي للشعب العراقي وكلها تطمينات فارغة، والنتائج كارثية تأتي بعد هذه التطمينات. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا. ما تقرؤونه فوق الجملة صحيحة، ليست خطأ. العمل في مجال الإعلام قد تنتابه الأخطاء، لكن الآن دعونا نتابع هذا الخطأ الذي ورد على شاشة قناة العراقية الحكومية، والذي تسبب بموجة سخرية كبيرة وتهكم عراقيين أفرحت البعض بها. ظهر مذيع هذه القناة الرسمية وهو يقرأ خبرا عن حجر المواشي والأغنام المستوردة في ظل وباء كورونا، ليظهر تقرير عن الصراعات السياسية بين الأحزاب، لتصبح الصورة النهائية عبارة عن لقاءات زعماء الميليشيات، وفي الأسفل حجر المواشي. لنتابع. تهديم الانتقال الممرضي والأوبئة، وزارة الزراعة تعتمد طريقة الحجر الصحي للمواشي والأغنام المستوردة بغية إجراء الفحوص الطبية والتأكد من سلامتها قبل دخولها السوق. لقاء رئيس تحالف الفتح للعامل بالسيد مقتدى الصادق في الحنانة بالنجف، محاولة لكسر الجمود وإيجاد مشتركات. دعونا الآن ننتقل إلى فضيحة أخرى من فضائح حكومات الاحتلال ووسائلها الإعلامية. هذه المرة التي من ضمن فضائح حكومات الاحتلال التي لم تبقي رمزية للدولة العراقية، نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قبل أيام صورة لرمز الجمهورية العراقية، يظهر فيها رأس النسر أو العقاب معكوسا عن اتجاهه الحقيقي. هذه الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام،
بهذه الطريقة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. لا يوجد احترام لرموز الدولة العراقية، لشعاراتها، للعلم، لا يوجد احترام لأي من ما يمثل الصورة العراقية ويمثل الدولة العراقية ويعكس هويتها عن طريق بعض الرموز التي تمثل هوية وطنية، طبعا شعار الجمهورية العراقية. بهذه الطريقة مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. شيماء تقول: حتى النصر لعبة نفسه من العراق. طيب، سمر تقول: هم قلبوا أوضاع البلد كلها، بقى على رأس النصر. لدينا تعليق من ريم تقول: إيش بيكم، حتى النصر داخ على وضع البلد. فيها ضحكة تهكمية. وأيضا أم أنس تقول: حتى هذا ما سلم من حكومة الأحزاب، هم داره وراسه. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة، إلى واقع المستشفيات في العراق، الواقع الصحي المنهار. امتنعت إدارة مستشفى أبو غريب في بغداد من استلام حالة حرجة لامرأة بعد أن أصيبت بحادث. دعونا نشاهد. هاي حالة خطرة، صار لهم ساعة واحد يحلق على الثاني. واحد يحلق على الثاني. شوفتهم؟ هاي راح تموت، تقولها؟ راح تموت هاي الحالة. هي وهذا. شوفها؟ هاي حالة خطرة، صار لهم ساعة واحد يحلق على الثاني. هذول واحد يحلق على الثاني. هذول. شوفتهم؟ هاي راح تموت، تقولها؟ راح تموت هاي الحالة. هي وهذا. دعونا الآن نتابع مشاهدينا الكرام بعض من التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع. إحسان يقول: شلون أسلوب؟ بعد ليش ما تتلقى حضرتك قاضي ومشغلينك بالمستشفى لو شنو؟ واجبك هذا المفروض يعاقب حتى يعرف شلون يتعامل مع المرضى. يتلقاه لا يجيك يبوس إيدك. الله لا يوفق كل شخص يقصر بواجبه تجاه العالم. قحطان يقول: وزارة الصحة نقدم لك مقترح، غيري اسمك إلى وزارة الطب العدلي أو الثلاجة الطبية، ما تقبلون تستلمون حالات بس الوفيات. حيدر يقول: الدكتور أو الطبيب هي شغلته إنسانية، هذا واجبه، ليش مفتحين مستشفى؟ عزلوا، يجب محاسبتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. آخر تعليق لدينا من نورس يقول: لو أكو قانون مضبوط كان ما تسوون هيك بالعالم بالمستشفيات، يا المستشفيات المتردية بكل شيء. الآن ننتقل إلى صورة إيجابية بعد هذه الصور السلبية الكثيرة التي تابعناها. شكر والد الشاب الجريح باقر محمد سمير مجموعة دعم جرحى تشرين، وأكد على تخويلهم في جمع مبلغ العملية التي يحتاجها المتظاهر التشريني باقر محمد، والذي يبلغ من العمر 23 عاما، في الحملة التي أطلقوها لمساندته، علما أنه أصيب برصاص قناص خلال ثورة تشرين. أدى هذا الموضوع إلى فقد جزء من عظم الجمجمة أو عظم الجمجمة، جمجمة الرأس، وطبعا أصيب بشلل نصفي. دعونا نتابع. أوجه الشكر والتقدير إلى مجموعة دعم جرحى تشرين في بغداد لقيامهم بجمع مبلغ للعملية اللي تكلف بالهند حوالي 110 ورقة، اللي استطاعوا أن يجمعون مبلغ 20 ورقة خلال يومين. كذلك الشكر والتقدير إلى محمد العراقي في الناصرية الذي جمع مبلغ ما يقارب 40 ورقة، وسع عنده حاليا راح ينضاف للمبلغ العملية الكلي اللي هو 110 ورقة، وباقي على العملية على مبلغ العملية حوالي 51 ورقة. كذلك الشكر الجزيل إلى من تبرع من الداخل والخارج من الأخوة المتبرعين، نشكرهم شكرا جزيلا، والله يحفظ عوائلهم وعلى أخوهم، وإن شاء الله ما حد ينخاهم على أخوهم وما قصروا ويانا، وبس الله يجازي. الشكر والتقدير إلى مجموعة جرحى تشرين، وهم مخولين بجمع المبلغ بالكامل، وهم أخذوا على عاتقهم كل مسؤولية العملية من ذهاب وإياب وترتيب كل أمور العملية داخل الهند. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا
الموضوع. تغريدات هي طبعا أنقذ باقر سمير الوسم. مرتضى يقول يعني الحكومة لا لزمة اللي كتلوا واللي صوبوا الشباب واللي قمعوهم، حالهم حال الإرهابية وهم براعم شباب، وفوق هذا ما يعوضوهم أو على الأقل يعالجون جرحاهم. وباقر يحتاج مبلغ بسيط، هو ربع راتب السياسي الواحد، إن شاء الله يتعالج ويرجع مثل قبل وأحسن، وهذا بطل يستاهل. فرح تقول بشأن وسم أنقذ باقر سمير، قدم الكثير من أجل الوطن، قدموا له الدعم، عسى أن يجد من يستطيع مساعدته، اليوم هو محتاج المساعدة، احتمال باكر أنت أو أني نحتاجها، ساعد أخوك حتى تجد من يساعدك بوقت الشدة. دنيا تقول نناشد جميع العراقيين الوطنيين وأصحاب الضمائر والنخوة أن يساهموا ويساعدوا الجريح باقر، إذا لم تكن لديك المقدرة في التبرع ساعد في النشر، فهذه أقل ما يمكن أن تقدمه أو نقدمه لثوار تشرين الذين ضحوا بأغلى ما لديهم لأجل العراق. في تغريدة أخيرة لدينا من زينب تقول باقر أخونا طلع حتى يطالب بحقوقنا، وكانت آماله يكون سبب في أنه يرجع العراق مثل قبل ويأسسون دولة محترمة لأبنائه. باقر شالت الغيرة على بلده وشعبه، لكن استهدفوه واغتصبوا حريته وخلوه طريح دمه يساعدوه إخوانه. باقر راد حياة إلك ولعائلتك، ساعده حتى يرجع أحسن. هذه جزء من التغريدات التي وردت بشأن وسم أنقذ باقر سمير. هناك تفاعل عراقي كبير، وهناك دائما أصابع اتهام توجه إلى هذه الحكومات المتعاقبة التي تترك جرح التظاهرات، والتي تترك من يطالب بحقه جريحا يعاني من الألم طبعا ومن الإهمال، وتنظر إلى الميليشيات ومتطلبات الميليشيات ورواتبهم وامتيازاتهم. نراكم بعد قليل. أهلا بكم الآن إلى فقرة إنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على الواقع المزري الذي يمر به النازحون، والمحاولات الحكومية لإغلاق ملف النزوح دون تقديم حلول أو توفير بيئة آمنة لعودتهم. لنشاهد. يعني ما يصير هيجي سيد المحافظ، انت محافظ على صلاح الدين، محافظ انت ما تقدر تجيب خدمات للمخيم؟ شنو جبت من تنصب وتلزم تسكملي؟ جبت للنازحين، جبت لهم، جبت نفط، هذا شهر الواحد واحنا من حقنا، وهذا ما تقدر تعطينا نفط؟ أهلا بكم إلى فقرة صندوق الوارد. لدينا هذه الرسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا خريج غير محاضر، تخرجت عام 2008 من معهد إعداد المعلمين
وتخرجت عام 2015 من كلية التربية ولم أحصل على عقد أو تعيين بسبب الآلية المتبعة في الدولة التي تعتمد على المحاصصة والمحسوبية في التعيين. نرجو أن يتم إيصال صوتنا لمن يهمه الأمر. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. الآن مع الهاشتاج، تفاعل مغردو العراق مع وسم أطلق استمارة الشهادات العليا، وذلك للمطالبة بالتعيين في ظل الحالة المعيشية المتردية نتيجة ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة بين فئة الشباب، بالرغم من حصول الكثير منهم على شهادات جامعية. دعونا نتابع بعضا من التغريدات. منال تقول: أنصفوا حملة الشهادات العليا، الفئة التي تعاني شبح البطالة، الفئة التي هي حبيسة الظلم والتهميش لسنوات. ندى تقول: يحدث أن نطلب حقوق لنا ونحن أسمى من أن نطلبها، ولكنها الظروف التي أرغمتنا على ذلك. أحمد يقول: الإسراع في إطلاق استمارة التعيين، استمارة الحق الذي كفله لنا الدستور وغير الحق لا نريد. محمد يقول: فعلا شيء غريب ومماطلة غير مبررة في هذا الأمر، مؤكد أن هناك أيادي خفية هي من تعرقل هذا الملف. هذه جزء من التغريدات. مشاهدينا الكرام، هناك تفاعل عراقي كبير بشأن هذا الموضوع، نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة. مع تفشي فيروس كورونا، تستمر منظمة الصحة العالمية في محاولات القتال ضد هذا الفيروس، ضد هذا المرض، وفي سبيل ذلك وافقت على عقارين جديدين. دعونا نتابع ما هما. ننتقل الآن المشاهدين الكرام إلى قصة أخرى ترتبط بالإنترنت. وصل العالم إلى الجيل الخامس من الإنترنت، وهناك حديث عن الجيل السادس، في حين العراق يفرح الآن بالجيل الرابع. دعونا نتابع.
ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. أصحاب قنوات اليوتيوب أو القنوات الأعلى دخلاً في موقع يوتيوب لعام 2021 بلغت إيراداتهم معاً حوالي 300 مليون دولار أمريكي. دعونا نشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.